تقوم المديريات الأمنية بوزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الصحة بمزيد من الزيارات التفتيشية للمحلات التجارية، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والقرارات الأخيرة المنصوص عليها للتصدي لفيروس كورونا. تبذل وزارة الداخلية كافة الجهود والإجراءات من أجل المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين لاحتواء فيروس كورونا ومنع انتشاره. وفي هذا الإطار تقوم المديريات الأمنية بوزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الصحة بدور أمني اجتماعي لتوفير كافة الخدمات الشرطية ذات الجودة لتعزيز الوجود الأمني والتأكد من تطبيق والتزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لمرتادي المحلات التجارية. لاحظنا في الآونة الأخيرة ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا، والسبب يرجع إلى تراخي بعض أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية والوقائية بعدم لبسهم الكمامة أثناء خروجهم من المنزل، وكثرة التجمعات العائلية والمناسبات الخاصة. وإحنا بدورنا كشرطة خدمة المجتمع بمديرية شرطة المحافظة الجنوبية قمنا بنشر الدوريات الراكبة والراجلة في عموم المحافظة الجنوبية، وذلك من أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتوصيات اللي وضعها الفريق الطبي لمكافحة فيروس كورونا، ونحث أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتوصيات اللي وضعها الفريق الطبي لمكافحة فيروس كورونا، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة بعد ارتداء الكمامة بالطريقة الصحيحة، والحد من التجمعات العائلية والمناسبات الخاصة، وعدم نشر وتداول الشائعات وانتقاء الأخبار من المصادر الرسمية. انطلاقا من مبدأ المسؤولية الأمنية في تعزيز الجهود المجتمعية في مواجهة جائحة فيروس كورونا، تؤكد مديرية شرطة المحافظة الشمالية على تنفيذ جميع التوجيهات وعلى إنفاذ القانون في كافة المجالات. ولذلك قامت مديرية شرطة المحافظة الشمالية بتعزيز الحملات التوعوية والتفتيشية واتباع جميع التعليمات الصادرة من اللجنة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمخالفي الإجراءات الاحترازية سواء من ارتداء الكمامات أو التجمعات الغير قانونية. ولذلك نوصي بعدم التراخي في اتخاذ التدابير اللازمة للحماية من فيروس كورونا من أجل سلامتكم وسلامة الجميع. إن تحقيق السلامة العامة تتطلب تعاون وتكاتف الجميع والوعي بضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة من اللجنة التنسيقية التي تسهم في التصدي لهذه الجائحة والوصول إلى بر الأمان.